مساء الخير عليكم جميعا وحلقه جديده من مطبخ النجوم. زي ما عودناكم كل حلقه باكل جديد ولون تيشيرت جديد وموضوع هسيبكم تجودوا النهارده في الموضوع اللي انتم حابينه. ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك وصفحه الشيف رفعت موسى بالعربي او كلمونا عن طريق التليفونات بسعر الدقيقه العاديه، موبينيل لموبينيل واتصالات لاتصالات وفودافون لفودافون، وكلها دقائق مجانيه. وان شاء الله النهارده الاربعاء نعمل حلقه مميزه باتصالاتكم. هسيب لكم الهوا النهارده مفتوح، طبعا عيد الام بكره، ففرصه بقى نحتفل بعيد الام النهارده وبكره. كل ما هو عايز يعيد على مامته او حماته، ابعتوا لنا بقى التهنئه او عايز تهنئه عن طريق التليفون او عن طريق برنامج مطبخ النجوم الصحه والجمال. كلمونا النهارده نعمل حلقه مميزه النهارده بوجود العمده مخرجنا الجميل وبسمه وهيدا عادل، وتحياتنا لكل حبايبنا اللي بيكلمونا من كل مكان، امنا وحبيبتنا ام حسن من اسكندريه، وام احمد برضو من اسكندريه، حاجه فاطمه والحاجه ام محمد من امبابه، راشا ومروه من الفيوم، معانا بسمه صديقتنا من الوادي الجديد، مين معانا دعاء برضو بتكلمنا، ام مروان وام كرامه اللي ما بتسالش علينا بقالها فتره، وكل ومحمد من اسكندريه، وعم محمد من القناطر كلمنا امبارح وزعلان مننا يا هايدي، عم محمد من القناطر بنبعت لك التحيه اهو، وكل حبايبنا اللي بيتصلوا بينا. كلمونا النهارده هنعمل حلقه مميزه الهوا هوانا النهارده، وهنعمل اكل ايه النهارده يا هايدي يا عادل؟ حاجه خفيفه بقى تخلص في 10 دقائق كده عشان نقدر نكلمكم في مواضيع النهارده اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها بقى. عيد الام، كل سنه وكل ام طيبه وهي سعيده ومبسوطه، وكل حما وهي مبسوطه وسعيده. هنعمل اكل ايه النهارده يا هايدي يا عادل؟ هنعمل صدور فراخ مشويه او الستيك الفراخ مشوي على الجريل، طريقه سهله خفيفه صحيه، كبير ياكلها والصغار ياكلها، الواد ياكلها والبنت تاكلها. صدور فراخ بجيبها مخليه متقطعه بتاعت البانيه، بديها ثوم مهروس او مفروم وملح وفلفل وكمون وشطه وخل وعصير ليمون، وهاخدها في طاسه من غير زيت ولا اي حاجه، او على الجريلا، او لو عايز تعملها في الفرن هقول لكم برده كل الطرق دي تتعمل ازاي. هنعمل شويه خضار سوتيه معاها، اي خضار موجود في درج الثلاجه عندك هيبوظ او هيريح او بقاله يومين دبل كده عندك، هنقطعه باي تقطيع انت حباه، بنفس التقطيع ده او دواير او مربعات او اي شكل من الاشكال. ده الخضار السوتيه. هنعمله ازاي؟ هيتسلق. فاصوليا الحمراء دي ما بتتسلقش، شيليها. احنا قصدنا فاصوليا خضراء وانت كتبتها غلط يا هايدي، غيري النضاره والاثنين لينسز اللي انت ضربهم غيريهم يا هايدي، فاصوليا خضراء مش حمراء. طيب ايه بقى؟ جزر وكوسه، واي برضو مش هنرتبط باللي هايدي عاملهن، اي خضار عندك في الثلاجه ريح او دبل هنطلعه، كان كوسه كان فاصوليا جزر وبطستين كده بره من الباسكت الجميل بره الثلاجه، هنقطعهم بنفس التقطيع، اي تقطيع انت عايزه تقطعيه، يتسلقوا 10 دقائق، ولو في بروكلي يبقى كتر خيرك. طب هنعمل ايه تاني معاهم يا اشرف يا عمده؟ هنعمل سلطه مكرونه. المكرونه هنديها نفس الخضار اللي احنا سلقناه عملنا بيه السوديه، ونفس الصدور الفراخ اللي احنا شويناها جريل هنقطعها على المكرونه، يبقى وجبه كامله متكامله. الوجبه دي تتاكل بارده، تتاكل سخنه، بالليل، الصبح، اي وقت من الاوقات تاكلها. يبقى اللي عايز ياكل صدور فراخ على الجريل مع خضار سوتيه موجود، عايز ياكل مكرونه بالخضار وبصدور الفراخ برضه نعملها ميكس كده، وتاخد شويه خل وعصير ليمون ومايونيز دايت لو فيه، مفيش مايونيز دايت اديها معلقه مايونيز عاديه، هيبقى طعمها حلو، طعمها جميل. والبروكلي واشرف العمده صارف النهارده اهوت جاب لنا خس وجاب لنا بروكلي وجاب لنا القرنبيط. زي ما قلنا المكرونه بتتسلق 10 دقائق بالظبط في الميه، زيها زي الرز البسمتي وزيها زي الخضار السوتيه. طيب البروكلي عشان يطلع اخضر ولونه جميل، علاء الحمد لله على السلامه علاء، مفيش لب معاك النهارده ليه؟ ولا اسلام اجازه؟ طيب البروكلي عشان يطلع حلو 4 دقائق بالظبط في الميه، ما نطولش عن 4 دقائق. ليه؟ لو طولنا على 4 دقائق بيفقد القيمه الغذائيه بتاعته، ما بيبقاش فيه قوام، بيبقى سايح كده، حتى لما تيجي تاكله بيبوش في بقك، عايزينه يقرمش شويه عشان ناخد القيمه الغذائيه بتاعت البروكلي. لازم 4 دقائق في ميه بتغلي فيها معلقه زيت ومعلقه ملح عشان يبقى يطلع طعمه حلو وبيلمع كده واخد اللون الاخضر الجميل بتاعه. النهارده بقى الهوا هوانا، الاكل سريع هيخلص بسرعه. كل ما هو عايز يسال بقى عن التغذيه الرياضيه، زياده الوزن، او عايز يخس، او عايز يعمل دايت، اكل مدارس، النهارده الهوا هوانا. وكل سنه وكل ام سعيده، وكل سنه وكل ام مبسوطه. تحياتنا طبعا لمامه محمد الشاهد، تحياتنا ليكي، وام صوفيا زاده طبعا صديقتنا وحبيبتنا، كل سنه هم طيبين، كل سنه هم سعداء، وعيد ام سعيد على كل ام مصريه وغير مصريه بيتفرجوا علينا في اي مكان في اي دوله عربيه، تحياتنا ليكم كلكم. هبدا بقى يا هايدي اسلق المكرونه واسلق السوتيه،
وانت لو في تليفونات معاكي يبقى كتر خيرك يا هايدي. ادي زي ما قلنا الصوتيه اهو متقطع باي تقطيعه انتوا عايزينها. ياسمين تقرب من الكاميرا شويه. جزر وكوسه وفاصوليا، اي نوع حاجه موجوده عندك ممكن نقطعها بالطريقه دي او اي طريقه تانية، مفيش مشكله خالص، بس في الاخر كل الطرق تؤدي الى روما. ادي الميه هي بتسخن وننزل بالسوتيه، والحله الثانيه هننزل بيها بالمكرونه. ونروح ناخد مين معاك يا هايدي؟ نروح اسمع لها، ناخد اول مكالمه. يا منيره، يا منيره. طب طب نروح اسكندريه ناخد زينب على منيره ترجع لنا تاني. يا زينب. الو. يا زينب ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كويس. اتفضلي يا زينب. انا حبيت اتصل اقول لماما كل سنه طيبه. اتفضلي. حبيت اقول لماما النهارده كل سنه هي طيبه. اه وطي التلفزيون بقى. ماشي. ها ماشي. اتفضلي. حبيت اقول لماما النهارده كل سنه وانت طيبه يا ماما. اه هي قاعده بتتفرج على حضرتك دلوقتي. طيب كل سنه وهي طيبه. عندك حد تاني تبعت له تهنئه؟ وتيتا وكل اهلي. طب يلا، واحنا هنبعت لهم التهنئه من هنا. كل سنه وهم طيبين، عيد ام سعيد. شكرا ليكي. يلا يا هايدي. شكرا ليك يا ست الكل. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين صدور الفراخ هي مخليه اشرف عمده، مخليه متقطعه زي البانيه بالظبط. هنديها توم مهروس، وتاخد الملح وتاخد الفلفل وتاخد الكمون وبقيه الحاجه بتاعتها اللي هي اي توابل انت عايز تديها لها، ما بتاخدش اكتر من كده. لا زيت، وممكن تديها عصير ليمون، وممكن تديها خل يطلع طعمها حلو. تاخد وقت بالسوى، ما تاخدش وقت بالسوى. معانا مين يا هايدي؟ نروح سوهاج وناخد ام علاء. السلام عليكم. ازيك يا ام علاء؟ ازيك يا شيف رفعت؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا ست الكل. الله يخليك يا شيف رفعت. اتفضلي. ممكن ابعت ايه ده؟ اتفضلي قولي، الهوا هوانا. ماشي يا شيف رفعت. ابعت ايه ده لاختي ام حسام حبيبتي، اقول لها كل سنه وانت طيبه يا ست الحبايب يا حبيبي. يلا يا ست، ست الحبايب يا حبيبي، كل سنه وهي طيبه. هوبا، هيدا هادي للخياصه الدنيا النهارده. ايه ده اختي محمد واختي ام زهر. يلا كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه، وشكرا ليك، وشكرا للاتصال. وانت طيب. شكرا ليك يا ست الكل. شكرا. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه، ملح، فلفل، كمون، شطه، خل، ليمون، ثوم مهروس. هتطلع الصدور الفراخ 10 على 10 يا علاء، وناكل صدور فراخ النهارده مشويه على الجريل، طريقه مختلفه بدل الاكل بتاع كل يوم العك اللي احنا بنعمله بالصلصه وبالطماطم والكلام ده. نريح المعده النهارده، ولازم ما ينفعش كل يوم لاكل حاجه يعني اكرر الاكل، ما ينفعش. لازم يبقى انا كل يوم بنعمل حاجه مختلفه عشان الجسم يستفيد من اللي احنا بنعمله. لو انتوا قاعدين بتتفرجوا عليها دلوقتي هتشموا الريحه، التوم والخل والليمون والتوابل الجميله، اي توابل موجوده عندك. ادي هي التتبيله بتاعتها، ما بتاخدش اكتر من كده. حد يقول لي احنا ممكن نديها زبادي او مستردة؟ ممكن تديها زبادي، ممكن تديها مستردة. كل ده يعني بيبقى يعني حسب انت رغبتك في الاكل ايه. حد ما بياخدش المستردة او ما بيحبش المستردة في الاكل، يبقى خليك في البيزك العادي اللي احنا بنعمله دلوقتي. معانا مين يا هايدي؟ نروح اسكندريه وناخد يحيى. يا ام يحيى. ايوه. ازيك يا ام يحيى؟ ازيك يا سيف، عامل ايه؟ اخبارك ايه يا ام يحيى؟ عامل ايه؟ كويس. انا كويس طول ما انت كويسه. الله يخليك يا حبيبي، انا بحبك كلها والله. يا رب يسعدك ويخليك. بقول لك ايه؟ اتفضلي. انا زعلانه منك. ليه يا ام يحيى؟ زعلانه منك. ليه طيب قولي لي؟ عشان انت بتقول كل الاسامي وما تقولش ام يحيى من اسكندريه. الله عليكي، الله عليكي، خلاص ام يحيى اكتب. الله عليا. خلاص بقى هنقول ام يحيى، انت كده زنقتيني يعني، هنقول ام يحيى. ماشي يا حبيبي. حاضر حاضر يا ام يحيى. انا بقالي اسبوع عايزه اتصل بيك مش عارفه، كل يوم مشغول مشغول مشغول. لا يا حبيب قلبي، انت وصلت لنا النهارده يا ام يحيى. كل سنه وانت طيبه يا ام يحيى. يا رب يخليكي. شكرا ليك يا ام يحيى. والنبي يا جماعه ما تزعلوش مني، انتوا على راسي كلكم من فوق. يعني انا يعني اكيد في اسامي بتسقط مني، بس غصب عني ما ببقاش قاصد يعني. فان شاء الله كده نخلي هايدي قاعده في الكنترول تكتب في ورقه، واديني الورقه وانا اقرا منها يا هايدي عشان ما انساش حد، والناس تزعل مني. كل سنه وانتوا طيبين، وعيد ام سعيد. طبعا البروكلي زي ما قلنا يا جماعه 4 دقايق في الميه، 4 دقايق يا هايدي في الميه. ليه؟ علشان يطلع باللون الاخضر الجميل بتاعه وما يغيرش او ما يفقدش القيمه الغذائيه بتاعته. معانا مين يا هايدي؟ نروح الشرقيه وناخد ام هاني. يا ام هاني. ايوه سلام عليكم. ازيك يا ام هاني؟ سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيد؟ ازيك يا ام هاني؟
الله يسلمك منور الشاشه. يا رب يسعدك يا ام هاني. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه، عيد ام سعيده عليكي. امين، احنا وانت والمسلمين يا رب. قولي لي بقى، بيجيبوا لك هديه كده في عيد الام ولا بيضحكوا عليكي زي كل سنه؟ والله انا جات لي خلاص بنتي جابت لي عيد الام. جابت لك ايه؟ قولي لي بقى كده، جابت لك ايه؟ والله هي جابت لي طقم صواني وجابت لي سخان. الله عليها، لا ده صرفه. وايه؟ وجابت لي حاجات حلوه. طيب مفيش عبايه كده ولا جلابيه حلوه؟ لا انا قلت لها مش عايزه، انا عندي هدوم كتير. طيب يلا، يا ربنا يديك الصحه وتعيش بنتك وتجيب لك تيشيرت زي بتاع حضرتك. ليه؟ التيشيرت خلاص، لو انت طبعا التيشيرت هبعته لك تكويه مع بسمه. شكرا ليكي، كل سنه وانت طيبه وعيد ام سعيد عليكي. شكرا ليك يا ست الكل. يا جماعه الحياه سهله، هاتوا لامهاتكم حاجات كده، هدايا بسيطه، لو هتخش عليها حتى ب 2 كيلو برتقال مش مشكله، بس تبقى فاكرها وتقول لها كل سنه وانت طيبه يا امي، ربنا يخليكي ليا وما يحرمني منك ابدا. معانا مين يا هادي عادل؟ نروح اسماعيليه وناخد مين؟ ام حماده. يا ام حماده. الو، ازيك يا ام حماده؟ عامل ايه؟ انت اخبارك ايه؟ والله بخير، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. حاولت اتصل بيك ومش عرفت. اتصلت بيا امتى؟ اتواصل معاك امبارح مش عرفت اتواصل معاك. طب انت معانا النهارده اهو، قولي لي بقى، عيد الام جابوا لك هديه ولا مفيش هديه جات لك؟ انا كنت عايزه اكلمك عن الحموات امبارح. طب قولي بقى اهو، قولي اتكلمي عن الحموات النهارده. انا معايا بنتي سنه طلاقها وحماتها. لا تاني بقى بالراحه كده، سمعيني. عندك بنتك متجوزه بقى لها قد ايه؟ واتطلقت؟ اه متطلقه. والله العظيم. اه ايه بقى؟ معها واد اسمه حماده عمره سنتين احمد. وايه السبب؟ طب ايه سبب الطلاق كده؟ قولي اللي خالته وكلمتك يوم ما كان معاك الشرقاوي. حسام الشرقاوي. خالته ولاء. فاكر انا المكالمة دي. فاكر المكالمة. مظبوط. ولو سمحت يا سيف، انا عايزة خلطة للتخسيس. عناية. حاضر، هنزلك بيها وربنا يعني يعفو عنك ويرزق بنتك بابن الحلال اللي يسترها ويسعدها ويعوضها باللي فات وما تخلاش تزعل، هو ده نصيبها وده قدرها. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك يا ست الكل، وكل سنه وانت سعيده وكل سنه وانت مبسوطه. مكرونه بتتسلق زي ما قلنا 10 دقائق في الميه، مع ميه بنحط عليها ملح ومعلقه زيت، 10 دقائق بالظبط بنصفيها. السوتيه نزلنا برضو بيه في ميه مغليه فيها معلقه ملح، ما بنحطلوش زيت خالص. وسقطنا الخضار السوتيه 10 دقائق بالظبط، بس البروكلي طبعا بياخد 4 دقائق. اول ما 6 دقايق عدوا بننزل بالبروكلي عشان يطلع لونه اخضر، لونه جميل، قيمه الغذائيه موجوده. ونروح فين يا هايدي ونقول الو؟ طيب هايدي نامت ولا ايه؟ نروح سوهاج وناخد ام عبد الله. يا ام عبد الله، ازيك يا شيف رفعت؟ ازيك يا ام عبد الله، اخبارك؟ الحمد لله يا شيف رفعت. كل سنه وانت طيبه. اهداء. طبعا اهداء، قولي لي اتفضلي. حاضر. بقول لمامتي ولحماتي كل سنه وهم طيبين وسنه سعيده ان شاء الله علينا، ربنا يخليهم لي يا رب وما يحرمنيش منهم ابدا. جبت ايه العيد؟ جبت ايه العيد الام لمامتك بقى ولحماتك؟ لا مامتي بعيده عني بس جبت لحماتي. الله، مش هتجيبي لمامتك ولا ايه؟ لا، ما هي بعيد عني في اسكندريه. طيب ابعتي لها التهنئه، كل سنه وهي طيبه، وفي اقرب وقت تروحي لها خدي لها الهديه بتاعتها معاك. ماشي. شكرا ليك يا ست الكل، كل سنه وهي طيبه. خش يا هايدي. يلا يا جماعه، مش هيصلكم النهارده اهو. اللي عايز بقى يعايد على مامته، فرصه النهارده على الهوا هو تعايد على مامته وقول لها كل سنه وانت طيبه يا امي، ربنا يعني يخليكي لينا وما يحرمنا منك ابدا. ومعانا مين يا هايدي؟ نروح الوادي الجديد وناخد بسمه. يا بسمه، ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ ازيك يا بسمه؟ يا بسمه الحمد لله كويس. وطي التلفزيون. انت عامل ايه؟ وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون يا بسمه، وقولي لي بقى، قولي لي بقى، جبت لحماتك ايه وجبت لمامتك ايه؟ ما جبتش لحماتي بس جبت لمامتي. لا 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 لا، ليه كده هتزعليني منك؟ ما جبتيش لحماتك ليه؟ يا لا، ما اجيبلهاش، اجيب لمامتي بس. طيب ما اجيبلهاش هي بقى. يا بسمه، ما حماتك برضو مامتك يا بسمه. يا بسمه، لا مش مامتي، بس هي مامتي اهم حاجه. طيب يعني برضه واخده القرار اللي انت ما تجيبيش لحماتك. طب انت جبت لمامتك ايه بقى؟ انا جبت لمامتي جلابيه. ايه رايك؟
شكرا ليك يا بسمه، وكل سنه وهي طيبه، وكل سنه وحماتك طيبه يا بسمه، شكرا ليكي. طبعا يا جماعه الحما زيها زي الام بالظبط، دي مناسبه لازم نبقى احنا، حتى لو هي هنقول اللي هي تعبانه شويه، بس دي مناسبه زي العيد، لو انت زعلان من حد لازم تعيد عليه، ده حاجه معروفه وكلنا يعني ولاد بلد وعارفين الاصول كلها. دي مناسبه لازم تقولها كل سنه وانت طيبه يا امي، وهديتك البسيطه زي ما قلت لك، لو 2 كيلو برتقان وانت داخله عليه ما تخشيش فاضيه، ب 2 كيلو برتقان والبرتقان رخيص دلوقتي يا عمده. شكرا ليك يا بسمه وكل سنه وهي طيبه. معانا حد يا هايدي؟ نروح سواج وناخد عبد الله. يا عبد الله. الو. يا عبد الله ازيك؟ كويس يا بيبي. عامل ايه يا عبد الله؟ كويس. فتحت الحصاله، خدت الفلوس اللي فيها ورحت جبت. طب استنى قبل ما تقول الاهداء عايز اسالك سؤال. فتحت الحصاله، خدت الفلوس اللي فيها وجبت هديه لماما ولا لا؟ وطي التلفزيون يا عبد الله. جبت لها عبايه. جبت لها عبايه؟ اوبا يا ابني. ليه يا عبد الله؟ حبيبي يا عبد الله قول الاهداء بقى يا عبد الله. يلا حبيبي يا عبد الله قول بقى الاهداء. يلا عايز اقول لها، عايز ابعت لها دواء واقول لها في كل سنه وانت طيبه وماما. يا ماما كل سنه وانت طيبه يا ام عبد الله. شكرا لك يا عبد الله. ضرب نار عبد الله واي خدمه يا ريس. شكرا لك يا عبد الله. طبعا مكرونه يا جماعه خلاص اهي استوت، وبرده الخضار السوتيه استوى، والتليفونات شغاله، واللي عايز يبعت اهداء لمامته لحماته لمراته مزعله قبل ما ينزل الشغل ولا حاجه يقول لها كل سنه وانت طيبه يا ام ولادي، وربنا يخليكي لينا وما يحرمنا منك ابدا. ومعانا مين يا هايدي؟ نطلع فاصل؟ اطلعي فاصل يا هايدي وارجعي بعد الفاصل. هذا البرنامج برعايه نعرف جيدا قيمة ما ننتجه، فعندما ترغبين في تقديم طعام شهي وصحي لعائلتك فعليك أن تختاري أرز الحوت نيو، نهتم بكل حبة أرز حتى تصل إليك. سلسلة مطاعم مبروك، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه. الفرع الرئيسي 6 اكتوبر الحي 11 شارع التعاونيات عمارة 64. عندما يصل الإبداع إلى أزهى صورة، الحوت نيو يجعل مائدة طعامك مميزة ويضيف إليها مذاقا لا مثيل له. سكر من الأشياء الثمينة في حياتنا، والأشياء الثمينة تحتاج لمن يعرف قيمتها جيداً. الحوت نيو يهتم جيداً بحبات السكر ويضعها في عبوات تناسب قيمتها. الحوت نيو هو من يعرف قيمة الأشياء الثمينة. مركز الأهرام للخصوبة من أكبر المراكز المتخصصة في الإخصاب المساعد والحقن المجهري. مركز الأهرام للخصوبة تأسس على أيدي نخبة من أمهر أساتذة الطب المتخصصين في الحقن المجهري. مركز الأهرام للخصوبة يحتوي على أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، فحص طبي شامل ودقيق، وغرفة عمليات مجهزة، معامل، خدمة مميزة، فريق متكامل لراحتك. مركز الأهرام للخصوبة معانا انت في امان، معانا اصبح للامل مكان، ومبروك هتكوني ام. الحجز والاستعلام المنصوره شارع جهان امام مستشفى الطوارئ، او الاتصال على 012-28-55-05-05 او على الرقم 050-29-46-705. هذا البرنامج برعاية ورجعنا بعد الفاصل. سلقنا المكرونة، اتسلقت المكرونة والخضار اتسلق،
صدور الفراخ تبيناها بتوم مبشور او مفروم او بودر زي ما انت عايز، ملح وفلفل وكمون وشطه، واديناها خل واديناها ليمون، وبعدين جبنا الجريل اللي حطيناها على النار او طاسه مفيش مشكله، اللي هي التيفان اللي ما بيلزقش فيها الحاجه، وهنشوي فيها صدور الفراخ. وهنبدا بقى طبعا النهارده الاربع، بكره عيد الام، كل سنه وكل ام طيبه، كل سنه وكل ام مبسوطه، كل سنه وكل حما سعيده، وربنا يحنن قلبها كده على يعني مرات ابنها، والامور تبقى سهله وبسيطه. ابعتوا لنا بقى او كلمونا ان شاء الله النهارده نعمل حلقه مميزه باتصالاتكم، واللي عايز يعيد على مامته او اللي عايز يعيد على حماته او اللي مزعل مراته قبل ما ينزل الشغل وعايز يصالحها يكلمنا النهارده. يلا يا شاهد، يلا يا هايدي، دخلي لي تليفونات وانا بقطع الفلفل الالوان. معانا حد يا هايدي؟ نروح الجيزه وناخد ميرفت. يا ميرفت، يا ميرفت، يا ميرفت، شكرا لك يا ميرفت، حاولي تكلمينا تاني يبقى كتر خيرك. طب نروح الغربيه وناخد مين؟ ام سهيله. يا ام سهيله، انت معايا اهو. الو يا ام سهيله، ازيك؟ الو يا ام سهيله، ازيك؟ انا معايا، انا سامعك. ايوه اتفضلي. الو والله سامعك، اتفضلي. انا ميرفت. يا ده ميرفت، ازيك يا ميرفت؟ ازيك يا شيخ؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه يا ميرفت؟ كل سنه وحضرتك طيب ومامتك طيبه. وانت طيبه، فينك بقالك يومين كده ما بتتصليش بينا؟ لا والله بحاول اتكلم بس التليفون مشغول، وانت بقى نسيني كمان ما بتجيبش اسمي. الله عليك، الله عليك، خليته شكل وحش، انا مش فاكر خالص السن بقى يا جماعه. انت شفتك الجميله دي يا شيخ. يا رب يخليك يا ميرفت ويسعدك. عايز اعرف بقى منك طريق بلح الشام وانا باليمن. عينينا بلح الشام، عينينا عينينا يا ست. عايز اقول حاجه، اتفضلي. يا ريت كل واحده جنبها جاره ما خلفتش او عندها اولاد مسافرين تخبط عليها وتقول لها كل سنه وانت طيب. الله عليك يا ميرفت. وكل مرات ابن، معلش انا بتكلم مش سامعاك، انا بتكلم كده. كل مرات ابن تروح تدي لحماتها هديه، لان هي مثيلها عندها اولاد ومثيلها في يوم هتبقى حما، كل هتعمله مع حماتها هيتعمل معاها. الله عليك. افعل يا ابني ادم ما شئت كما تزين تدان، صح ولا غلط؟ الله عليك يا ميرفت، خير قلاء الكلام ما قل ودل. جبت البهاريس يا ميرفت. أيوة. كل سنه وانت طيبه يا ميرفت. راجل وجوزته. الله الله عليك. ما يكونش يعني كده. شكرا ليك يا ميرفت وشكرا لاتصالك. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. يا الله يا هايدي، معانا مين يا هايدي؟ هايدي نامت يا جماعه. هايدي طبعا ضربه اثنين لينسز جداد النهارده، فمش شايفه او سامعه. يا اشرف يا عمده، قعدوا حد طلع التليفون غيرها يا عمده. نروح فين؟ نروح سوهاج وناخد مدام امل. يا مدام امل، يا مدام امل، مش انا بقول لكم يا جماعه الاثنين لينسز اللي ضربهم نرمين النهارده ولا نرمين ايه بقى؟ نرمين مش ضربه لينسز النهارده، هاي ده عادل ضربه اثنين لينسز النهارده مقصرين على الشبكه. عليكم. وعليكم السلام يا ست الكل. ازاي حضرتك، اخبارك يا ست الكل؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، عيد ام سعيد. اتفضلي. الو سامعك والله، اتفضلي. طيبين جميعا. يا رب يخليكي. بنتي عاوزه تبعت تهنئه ليا انا. طب اديني بنتك. طيب وانا ابعت لك تهنئه احنا كمان. تعالي يا هاجر. هاجر يلا يا هاجر، تعالي يلا يا هاجر بسرعه، هاجر اللي تبص هتحرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا هاجر، اتفضلي يا حبيبتي. عايزه اقول لماما كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. يا رب ما يحرمكم من بعض ابدا يا هاجر. شكرا ليكي، شكرا ليكي يا ست الكل، وعيد ام سعيد عليكي وعلى مامتك وعلى كل الاهل والاقارب. بتضحك عليا نرمين، ونرمين واقفه على الكاميرا تضحك يا جماعه. معانا مين يا هايدي؟ نروح الجيزه وناخد ام يوسف. يا ام يوسف. الو يا ام يوسف، ازيك؟ ازيك يا شريف، عامله ايه يا ام يوسف؟ ازيك يا شريف، عامله ايه؟ انا كويس يا ام يوسف والله. اخبارك؟ يا رب يسعدك يا ام يوسف. قولي لي كده، مين اللي جابوا لك هديه في عيد الام ولا ضحكوا عليك زي كل سنه؟ وطي التلفزيون يا ام يوسف والنبي شويه. يا ام يوسف ما تقرب يا عمده كده الكاميرا مني، تجيب صدور الفراخ وهي بتتشوي كده. الله، حاجه حاجه يا جماعه يعني تبسط. شايفين؟ تتاكل نيه. يا ام يوسف رحت فين؟ طيب حاولي تكلمينا تاني يا ام يوسف، في مشكله في اتصالاتي عالي ولا ايه؟
انا اقول لكم ايه المشكله، الاثنين لينسز اللي ضربوهم هيدا عادل النهارده قلبين الاستوديو. شكرا ليك يا هايدي. معانا مين يا جماعه؟ يا عمده نروح المنوفيه وناخد مين؟ انا حاسس ان انت بتكلمني من تحت الارض، انا مش سامعك ليه يا اشرف يا عمده؟ طب اديني العمده كده لو سمحت يا هايدي. هي قاعده تحت الترابيزه ولا ايه؟ البنك بتتكلم انا مش سامعها خالص. حاسس انها بتغرق. يا مها يا مها يا مها ازيك؟ الو يا مها ازيك؟ ازيك يا شيف رفعت؟ عامل ايه اخبارك؟ ازيك يا شيف رفعت؟ يا رب يخليك يا مها. كويسه حضرتك عامل ايه؟ انت عامل ايه اخبارك؟ قولي لي طمنينا عليكي. لو سمحت كنت عايزه ابعت تهنئه لوالدتي. قولي. طيب جبت لها هديه الاول ولا لا؟ تمام الحمد لله. ده اكيد طبعا. جبت لها ايه قولي لي بقى؟ انا عارف. انت جبت ولا ايه؟ انا قلت لها ايه؟ وط التلفزيون يا ست. الله عليكي. ايوه كده احنا عارفين ان المنوفيه اهل كرم. خش عليا بقى قولي لها التهنئه. عايزه اقول لها كل سنه وانت طيبه. كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وكل المنوفيه طيبه. شكرا ليك يا ست الكل. طبعا يا جماعه السلطه اهي، المكرونه عملناها ازاي يا عمده؟ اتسلقت المكرونه. لو عندك عودين بقدونس يا سلام عليك، خدنا البقدونس حطينا البقدونس. عندك ذره حلوه، علبه ذره حلوه مسلوقه طبعا بتبقى جاهزه بتصفي منها الميه. احنا بنعمل وجبه كامله متكامله للناس اللي هي عايزه تاكل بقى وما تتخنش، او تاكل ما تبقى حاسه اللي هي تبقى تقيله. يا نرمين ادي الذره اهي، الذره الحلوه اهي. طب نروح البحيره وناخد مين؟ نبيله. يا نبيله الو، عملت المحشي ولا لسه يا نبيله؟ لا عملته. عملت ايه محشي؟ ايه قولي لي كده تشكيله محشي بس كده. طب فين ورق العنب وفين البتنجان الابيض والاسود والفلفل والكوسه؟ لا هو كفايه على كده كروم. خلاص يلا. الحله كبيره ولا على القد؟ لا كبيره. عملتها بشوربه ولا بميه؟ ايه هوبا بقى هوبا. ايه بقول لك يا شيخ؟ قولي. انا عايز اقول لام معتز ولام مريم كل سنه وهم طيبين. ده مين ده؟ اصحابك ولا جيرانك؟ اخواتي. اخواتك يا رب يخليكم لبعض. ومين تاني قولي لي؟ بس هم دول اللي ليا في الدنيا. يا رب يخليكم لبعض وما يحرمكم من بعض ابدا، وكل سنه هم طيبين. شكرا ليكي. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو المكرونه حطينا سلقناها، حطينا زيت زيتون، وبعدين ذره حلوه، بقدونس، فلفل الوان يا اشرف. اهو الاكل سهل عشان مش حد يقول انت بتعمل ايه. اهو هتطلع 10 وجبه كامله متكامله. هناخد ايه بقى؟ شويه خضار سوتيه من اللي احنا سلقناه على المكرونه، وصدرين فراخ كمان نقطعهم على المكرونه. الاكل هيطلع سهل جميل ممتع. ونقول لمين يا هايدي الو؟ نروح اسكندريه وناخد صديقتنا ام احمد. يا ام احمد ازيك يا شيف رفعت؟ ازيك يا ام احمد؟ عامل ايه؟ انا عامل كده كويس الحمد لله. قولي. بص يا شيف رفعت، قولي يا ام احمد تعمل ايه؟ اعمل ايه ده؟ بص يا شيف رفعت، ام حسن اقول لك كل سنه وانت طيبه ووالدتك. الله عليكي. طيب واصدقاء البرنامج كلهم، واختي ام بص واختي ام بوسي وكريمه وسلوى، اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. يا رب يخليكم لبعض يا ام احمد وما يحرمكم من بعض ابدا. يا رب. شكرا ليك يا ام احمد. شكرا ليكي. هوبا يا جماعه. طبعا هايدي مشهيصه الدنيا النهارده. شكرا ليك يا هايدي، تعبت معانا النهارده. معانا مين يا هايدي؟ نروح الاقصر وناخد ايمان اللي بقى لها فتره ما بتكلمناش. يا ايمان ازيك يا شيف عامل ايه؟ وحشتوني والله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انت فين يا ايمان؟ موجوده والله بس مش عارفه اوصل لك والله. يا شيف متابعاك دايما وبتعجبني مواضيعك، وكل سنه وامي وام حضرتك وكل الامهات طيبين يا رب. كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت سعيده يا ايمان. شكرا ليك يا ايمان وشكرا لاتصالك. سلطه جميله اهي، السهل الممتنع يا جماعه. خدنا شويه سوتيه برضو يا عمده اهو من اللي احنا سالقينه. السوتيه مسلوق يا جماعه بالبروكلي بكل حاجه اهو. وجبه تاكلها 10 على 10. اللي عايز يعمل دايت بقى، اللي عايز ايه مش جميله والله اهي، فيها كل حاجه. خدت زيت الزيتون وخدت الملح والفلفل والكمون والبهارات الجميله بتاعتنا. صدور الفراخ هنقطعها عليها، تطلع وجبه كامله متكامله. تاكلها سخنه، تاكلها بارده، بالليل، بالنهار، اي وقت. هو ده الجديد يا معلم. معانا مين يا هايدي؟ يا هايدي نامت يا جماعه.
طيب اهدوا زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه بقى تاني؟ هناخد طاسه الخضار اللي احنا سلقناه نعمل فيه ايه بقى بعد ما يتسلق؟ طاسه زي ما انتم شايفين، معلقه زيت زيتون او معلقه زيت ذره، شويه ثوم والبهارات عشان برضو السوتيه يبقى ليه طعم مش ممل، لما تاكله يبقى ليه طعم. يبقى ليه طعم ازاي؟ هنديله زيت زيتون او زيت ذره وشويه ثوم والتوابل بتاعه، وناخده لفه بالطاسه كده، هيطلع طعمه حلو وطعمه جميل، وكلنا نقدر نعمل كده، كلنا نقدر نعمل كده. يا هايدي يا عادل، نروح فينا هادي؟ نروح اسماعيليه وناخد مين؟ ام ريمان. انا مش سامعك، سامعني؟ ايناس ريماس. يا ام ريماس، اسمه صعب عليا. يا ام ريماس، يا ام ريماس. ايوه ازيك يا كيف؟ عامله ايه يا ام ريماس؟ الحمد لله تمام. ايه الاسم الصعب ده يا ام ريماس؟ اعمل ايه؟ يا رب يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. انا عاوزه اوصل التخفيف، وعاوزه اهدي هدا لماما بمناسبة عيد الام، والله كل سنه وانت طيبه. وام منه. جبت لها عيدية لعيد الام ولا لا؟ اكيد طبعا. جبت لها ايه؟ عباية؟ اه. انت بتغش مني؟ طب انا جبت لام عباية، انت جبت لامك عباية بتغش مني؟ شكرا. لا لا. شكرا ليك يا ست الكل، كل سنة وهي طيبة، كل سنة وهي سعيدة. طبعا يا جماعة، ايوة كده، عايز الحياة حلوة سهلة، عيدوا على امهاتكم وهاتوا لهم هدايا لو بسيطة، يعني اي حاجة تقدر تجيبها، لو معكش فلوس روح بوس ايديها وبوس دماغها، هي هتبقى راضية وهتبقى مبسوطة من اللي انت بتعمله. شكرا ليكي، كل سنه وهي طيبه وكل سنه وهي سعيده. طبعا زي ما انتم شايفين الطاسه اهي، هننزل بشويه ثوم فيها، وبعد الثوم ننزل بايه؟ بالخضار السوتيه اللي احنا عملناه. الاكل يا جماعه سهل، كلنا نقدر نعمل الاكل ده، كلنا نقدر نعمل الاكل ده. معنا مين يا هايدي؟ عادل اهو يا هايدي. نروح القلوبيه وناخد ام يوسف. يا ام يوسف ازيك يا شيف رفعت؟ ازيك ازيك يا ام يوسف، اخبارك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كل سنه وكل ام بخير وبسعاده يا رب، وكلهم فرحه. وكنت عايز ابعت تهنئه لحماتي. حماتك؟ لو كان كده ماشي، يلا قول لحماتي. خش. عايزه اقول لها ان هي كل سنه وانت طيبه يا ماما، انت ام بالنسبه لي بعد موت امي الله يرحمها، هي بقت كل حاجه بالنسبه لي. ربنا يخليها لي يا رب، وكل سنه وهي طيبه وكل سنه وهي بخير، ويا رب دايما كده اشوفها مبسوطه وفرحانه دايما يا رب. يا رب يخليكم لبعض. وعايزه ابعت تهنئه لاختي بقى ام عبد الله، ربنا يخليها لي ويبارك لي فيها يا رب، وكل سنه وهي طيبه. يلا وهي طيبه، سنه جديده سنه سعيده. شكرا ليكي. اهو يا جماعه شويه البهارات والجمال بتاعنا مع السوتيه، اكل شكله حلو خفيف مش مكلف، كلنا نقدر نعمل كده، كلنا نقدر نعمل كده. وزي ما انتم شايفين حتى انا بحط التوابل بايدي، عشان لحد يقول لك 50 جرام ولا 3 جرام ولا 2 جرام، بايدك كده خليها بايه؟ بالبركه. طول عمرنا متعودين على كده اهو. ايه البركه يا ريس؟ معانا نروح سوهاج وناخد ياسمين. ياسمين ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ياسمين، اخبارك؟ عامل ايه يا شيخ؟ انا كويس يا ياسمين. كويس. انا عايزه ابعت هدايا لامي وحماتي. قولي بقى، بدل امك وحماتي تخش عليا. عايزه اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. جبت لهم هدايا ولا ضحكت عليهم زي كل سنه؟ لا جبت لهم يا شيخ. جبت لهم ايه؟ قولي لي كده. جبت عبايه لامي وعبايه لحماتي. هو انا كل ما اكلم حد يقول لي عبايه، عشان انا قلت عبايه، فكلكم بايه؟ بتجودوا ولا ايه؟ يلا كل سنه وهم طيبين، كل سنه وهم مبسوطين، وعيد ام سعيد. شكرا ليكي. يلا يا جماعه شهيصوا كده يا جماعه، النهارده وبكره بقى، ومن يوم السبت بقى نعمل تمارين رياضيه اشرف يا عمده. السوتيه خلاص اهو خلص، صدور الفراخ شغاله. معانا مين يا هايدي؟ عادل. نروح الشرقيه وناخد سهيله. يا سهيله. ايوه يا شيخ. ازيك يا سهيله، اخبارك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ انا عامل جمعيه عشان اجيب بيها عبايه. بنحبك قوي والله يا شيخ. يا رب يخليك يا سهيله. على الهوس. يا رب يخليك يا سهيله ويسعدك. جبت. انا عايزه ابعت اهداء لماما واقول لها كل سنه وانت طيبه. و جبت لها هديه الاول ولا ضحكت عليها؟ لا جبت لها. جبت لها ايه؟ اوعى تقولي لي عبايه. لا جايبه لها عجله السوق. جبت لها ايه؟ عجله السوق. عجله ايه يا جماعه؟ عجله؟ عجله السوق. ماشي، الله عليك، تمام كده ماشي. شكرا ليكي، كل سنه وهي طيبه، كل سنه وهي سعيده.
نحط يا اسره في... هيبقى الخضار اخضر والطبق اخضر، نغير اشرف صح يا عمده؟ اه طبق ازرق بقى. اه شفتوا الله عليا، ده انا واخد بالي، واخد بالي يا جماعه يا اولاد الايه، وعلى مين يا هايدي؟ نروح اسماعيليه وناخد شيرين. يا شيرين حاولي تكلمينا تاني. يا شيرين معانا مين يا هايدي؟ طيب على ما هايدي تجيب لنا حد يكون معدي من قدام الاستوديو ولا حاجه كلمنا. نعمل ايه؟ جبنا طبق ازرق عشان ايه؟ جبنا الازرق يعني عشان يبقى ايه، ان نضحك عليكم ونقول الخضار اخضر والطبق ازرق يا اولاد الايه. الواد اشرف العمده واخد باله من الشغل قوي اهو. شفتوا بقى الاكل خد وقت قد ايه؟ ولا خد وقت ولا خد اي حاجه، بس القيمه الغذائيه بتاعته بقول لكم ايه، حاجه يعني عالميه. واد صدور، واد صدور الفراخ اهو. نروح هنا وناخد مروه. يا مروه، يا مروه، شايفين يا جماعه الاكل شكله حلو ازاي اهو؟ ايه رايك يا اشرف؟ خلص الطبق، قضي الطبق الاولاني. وجبه اهي بتقف في المطبخ بالساعتين والثلاثه، بتعملوا ايه؟ انا مش عارف، حد يقول لي بتقف تضيعوا الوقت ده كله في المطبخ ليه؟ الاكل سهل. معانا مين يا عمده؟ ايه مروه منين؟ يا مروه من هنا. ازيك ازيك يا مروه؟ عامل ايه؟ انا كويس يا مروه، انت اخبارك ايه؟ تمام يا رب. ايه رايك تيجي تاكلي معانا؟ اوبا بقى، عامل ايه يا مروه؟ جبت الماما ايه يا جميله جدا. جبت الماما ايه يا مروه؟ ايه جبت الماما ايه؟ جبت لها هديه. ايه بقى هديه؟ ايه عبايه. برضو عبايه؟ هو انا يا جماعه بغششكم ولا ايه؟ ايه يا وطي التلفزيون يا مروه شويه والنبي. ماشي. ها جبت لها عبايه. اه جبت لها عبايه. يلا كل سنه وهي طيبه يا مروه، كل سنه وهي سعيده. شكرا ليك يا مروه. طبعا يا جماعه الاكل اهو خلص، بقينا ايه يا اخ اشرف يا عمده؟ بقينا نقطع صدور الفراخ دي. فين بقى؟ في المكرونه اللي احنا عملناها. يبقى المكرونه خدت فلفل الوان وخدت ذره حلوه وخدت الخضار السوتيه اللي انا عملته من السوتيه وخدت عودين بقدونس كده كانوا موجودين والتوابل. واطلعي فاصل يا هايدي عادل وارجعي لي بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية نعرف جيدا قيمة ما ننتجه، فعندما ترغبين في تقديم طعام شهي وصحي لعائلتك فعليك أن تختاري أرز الحوت نيو. نهتم بكل حبة أرز حتى تصل إليك. سلسلة مطاعم مبروك، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه. الفرع الرئيسي 6 أكتوبر الحي 11 شارع التعاونيات عمارة 64. عندما يصل الإبداع إلى أزهى صورة، الحوت نيو يجعل مائدة طعامك مميزة ويضيف إليها مذاقا لا مثيل له. سكر من الأشياء الثمينة في حياتنا، والأشياء الثمينة تحتاج لمن يعرف قيمتها جيداً. الحوت نيو يهتم جيداً بحبات السكر ويضعها في عبوات تناسب قيمتها. الحوت نيو هو من يعرف قيمة الأشياء الثمينة. مركز الأهرام للخصوبة من أكبر المراكز المتخصصة في الإخصاب المساعد والحقن المجهري. مركز الأهرام للخصوبة تأسس على أيدي نخبة من أمهر أساتذة الطب المتخصصين في الحقن المجهري. مركز الأهرام للخصوبة يحتوي على أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، فحص طبي شامل ودقيق، غرفة عمليات مجهزة، معامل، خدمة مميزة، فريق متكامل لراحتك. مركز الأهرام للخصوبة معانا انت في امان، معانا اصبح للامل مكان. ومبروك هتكوني ام. الحجز والاستعلام المنصورة شارع جيهان امام مستشفى الطوارئ، او الاتصال على 012-28-55-05-05 او على الرقم 050-29-46-705. هذا البرنامج برعايه
ابوك وامك وبس. شفتوا يا جماعه؟ ابوك وامك وبس، هم دول اقرب حد ليك. الام يعني طول ما هي موجوده تحس ان انت في امان، وطول ما هي راضيه عنك ربنا بيديك من وسعه. لو غضبت او قلبت عليك استحمل يا معلم. فكلنا لازم نبقى احنا فاهمين كده، الاحترام والسؤال والود والعطف والحب لازم يبقى موجود. اكل سهل اهو زي ما انتم شايفين، اكل خفيف، الاكل ممتع. كلمونا بقى اللي عايز يبعت تهنئه لمامته عيد الام بكره. كل سنه وكل ام طيبه، في انتظار تليفوناتكم. والاكل خلص اهو مع الوقت بتاعنا. الاكل اللي انا عملته النهارده ممتع قوي يا جماعه وسهل. ونروح كفر الشيخ وناخد ام يوسف من كفر الشيخ. طب الخط قطع، نروح فين تاني؟ اسماء من بني سويف. يا اسماء، يا اسماء راحت فين؟ اسماء حاولي تكلمينا تاني يا اسماء، يبقى كتر خيرك. اكل يا جماعه ما خدش وقت، اكل صحي، اكل خفيف، اكل مش مكلف، والاكله كلها مصاريفها على القد. اه شايفين الكاميرا جايبه البروكلي عامل ازاي؟ ليه البروكلي طالع باللون الحلو ده، اللون الاحمر اللي انتم شايفينه؟ عشان قعد 4 دقايق بس في الميه. طب لو قعد اكتر من 4 دقايق في الميه يطلع لون تاني؟ يطلع لون تاني. هو ده الجديد يا معلم. معانا مين يا هايدي؟ طيب زي ما انتم شايفين اهو مكرونه، طبق يا اشرف كامل متكامل، ما انتش محتاج حاجه تانية تاكلها. نروح الشارع وناخد فوزي. يا فوزي. الو السلام عليكم. ازيك يا فوزي؟ وطي التلفزيون يا فوزي شويه. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا فوزي، اخبارك؟ ممكن اعمل ايه ده؟ اه اتفضل يا فوزي. يا فوزي انا بقول لامي كل سنه وانت طيبه والف صحه وسلامه، وكل سنه وامهات الدنيا بخير يا رب. يا رب يخليك. شكرا ليك يا فوزي، وكل سنه وهي طيبه يا فوزي. حبيبي يا فوزي. مين معانا يا هايدي؟ نروح نبور سعيد وناخد ام ابراهيم. يا ام ابراهيم. ايوه سامعاك، سامع حضرتك. ازيك يا ام ابراهيم؟ الله يسلمك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا ام ابراهيم. كل سنه وانت طيب يا شيخ. وانت طيبه يا ام ابراهيم. قولي لي، حد جاب لك حاجه في عيد الام ولا ايه؟ انا كبيره. جابوا لك ام عز من المنصوره. بقول لها كل سنه ولولادي امال وعز ومحمود، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. ايمان وعز ومحمود جابوا لك هديه ولا لا؟ ان شاء الله تقول. طيب شكرا ليك وكل سنه وانت طيبه. اوبا ضرب نار يا معلم، ضرب نار يا معلم، ضرب نار. الله عليك يا هايدي. طب طبعا طيب معانا بقى ايه تهنئه بقى. طبعا الناس اللي شغالين معانا هنا في الاستديو كل واحد بقى عايز يبعت لمامته تهنئه. اشمعنى احنا؟ معانا دوري طبعا. بيبعت الحاجه لام محمد، ام محمد حماته؟ مامته. طيب ام دوري طبعا، ام محمد بنبعت لها التهنئه من هنا اهو. دوري بيقول لك كل سنه وانت طيبه، بس بالله عليك لو دوري ما جابلكيش هديه ولا حاجه قولي لي وانا اكسر لك عظم. طيب يلا ضرب نار. طيب وتهنئه للحاجه ام اسلام، كل سنه وانت طيبه يا ام اسلام. يلا. ومين تاني؟ وطبعا معانا نرمين. ثواني بس عليا نرمين، ما كاميرا معانا. كل سنه وانت طيبه يا ام نرمين. وخش على ياسمين، كل سنه وانت طيبه يا ابو ياسمين. وعلاء، علاء راح فين؟ وعلاء كاميرا، كل سنه وانت طيبه يا ام علاء. واسراء، اسراء قاعده بتلعب في الموبايل، كل سنه وانت طيبه يا ام اسراء. ها مين تاني عندك؟ طيب مامي هند تتفرج علينا برضه، كل سنه وانت طيبه يا مامي هند. ومامت ياسر، بقول لك ايه، هتدوني فلوس على كده ولا ايه؟ ومامت ياسر كل سنه وانت طيبه يا ام ياسر. مين تاني عندك؟ اه صح مامت بسمه، طبعا بسمه اعداد مامتها بتتفرج عليا برضه، كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت سعيده يا ام بسمه. شكرا ليكي. نروح الفيوم وناخد محمود. يا محمود. ازيك يا حوده؟ عامل ايه يا شيخ؟ عامل ايه يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك يا حوده والله. يا محمود. نسيت والدتي انت يا شيخ رفعت. مش سامعك يا محمود، اتفضل. بقول لك انت نسيت تهني والدتي. والدتك؟ كل سنه والدتي ياسر طيبه.
حبيبي يا صاحبي. ازيك يا حوده؟ عامل ايه؟ ازيك يا حوده يا صاحبي؟ يا باشا احنا بنتصل بيك من بقالنا يومين مش عارفين نوصل لك يا حبيب قلبي. هو توصلت لنا اهوت والحمد لله على السلامه يا حوده. وايه ده التيشيرت الجميل ده؟ هوبا ده، هوبا ده، لونه ايه؟ اخضر النهارده، لابس اخضر النهارده. حبيبي حبيبي يا حوده، كل سنه ووالدتك بخير وطيبه وسعيده يا حوده. يلا معانا مين تاني يا هايدي؟ نروح بني سويف وناخد منار. يا منار يا منار. الو، ازيك يا منار؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ اخبارك ايه يا منار؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام. هات معلقه وتعالي اتغدي معانا. يلا ربنا يخليك يا رب يسعدك يا منار. اتفضلي. حلو تكون لحضرتك بس، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل ام طيبه. وانت طيبه وعيد ام سعيد عليك يا ست الكل. شكرا ليكي. معانا حد تاني هايدي؟ معانا شيرين اسماعيليه. نروح اسماعيليه وناخد شيرين. يا شيرين السلام عليكم. ازيك يا شيرين؟ سلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اخبارك يا شيرين ايه؟ كله تمام الحمد لله. اتفضلي. وصفات والاكلات الجميله دي، هو ده الجديد يا معلم. انا اول سنه يبقى ام السنه دي. اوه عقبال 100 سنه، كل سنه وانت سعيده. طيب، اول مره حد يقول لي كل سنه وانت طيب. يلا ايه رايك؟ احلى بتوع الجديد، احلى بتوع الجديد، وضرب نار كمان اهو. احلى كل سنه وانت طيبه، من احلى شيف في الدنيا. يا رب يسعدك ويخليكي ولجوزك ولبيتك ولمامتك ولعيالك يا ست الكل. عيد ام سعيد. تعالى بينا هايدي. طيب اكل سهل يا جماعه، الاكل ممتع. خلينا نبدا سنه جديده مع امهاتنا، مع حمواتنا. نبدأ خيركم من بدأ بالسلام. خلينا احنا نبدأ بالسلام عشان ناخد الحسنات وما نعملش الناس بعملها. خلينا احنا كويسين، خلي الناس تيجي علينا، وخلي اللي يشيل يشيل، وخلي اللي يضحك على الناس يضحك براحته، وخلي الأمور ما فيش حد بياخد حاجة هو رايح يقابل ربنا. غير ايه بقى؟ بتاخد عملك يا معلم. بروح بقى أقول ربنا أنا ضحكت على ده أو زعلت ده أو ما كلمتش ده. خليك انت ابدأ بنفسك، وخليك بجيرانك، وخليك بأهلك، وخليك بالمقربين، بكل الناس. خليك انت كويس، ولما حد يجي عليك قول الله يسامحك، ولما حد يشتغلك قول له يا سيدي بعيد عني، ولما حد يديك ميعاد وما جيلكش فيه ما تزعلش، عشان بقى ده الجديد، بقى ده الموضة، اللي حد يكلمك في التليفون انا جاي لك، او انت رايح فين خليك مكانك انا جاي لك، وما يجيلكش تاني. حاجة غريبة قوي بقت موجودة عندنا اليومين دول، الناس بقت بتتفنن ازاي تضحك على بعض او يكذبوا على بعض او يشتغلوا بعض. مش نصاحة، والله ما نصاحة، كل واحد بياخد يعني نصيبه في الدنيا. بس بالله عليكم ما تسلموا دانكم او تسلموا نفسكم للناس تضحك او الناس تشتغلك. ما تنزلش بالفكر متاعك، خليك انت عالي بفكرك، خليك انت اصيل بتصرفاتك وتعاملك مع الاخرين، وخلي الاخرين يشيلهم ويحملهم. معلش يا اشرف، هي دي سنة الحياة. نروح السويس وناخد ملك من السويس. يا ملك. الو، ازيك يا ملك؟ اخبارك كويسه؟ عامله ايه يا ملك؟ انا عايزه ابعت تهنئه لماما. قولي. طيب اتفضلي. انا بقول لها كل سنه وانت طيبه. جبت لها هديه ولا لا؟ ها؟ جبت لها ايه؟ هتقول لك عبايه. جبت لها عبايه. شكرا ليكي، شكرا ليك يا ست الكل. كلكم بتغشوا مني النهارده ولا ايه؟ انا اللي قلت عبايه في بدايه الحلقه. شكرا ليك يا ست الكل. نروح مين معانا؟ مين معانا هايدي؟ طيب زي ما قلت لكم يا جماعه، بالله عليكم خليكم انتوا يعني ما تبقوش رد فعل، يعني او ما تبقوش فعل، خليكم انتوا رد فعل على طول. وخلي انت اللي يعمل حاجه معاك يعملها. حد زعلان منك قول له حقك عليا ما تزعلش. لو العلاقه بتاعت الجيران مش كويسه، هم دول برضو قريبين منك، لو حصل لك حاجه بالليل ولا حاجه لا قدر الله، هتخبط عليها او هي هتسمع صوتك هتفتح الباب وتخش عليك على طول. ونروح ناخد مين هايدي؟ ام رابح من منوفيه. يا ام رابح. هوبا بقى، ازيك يا شيخ؟ هوبا يا ام رابح، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، انت عامل ايه؟ يا رب يسعدك. قولي. اخيرا وصلنا يا شيخ رفعت. الحمد لله يا ام رابح اللي انت وصلتي بسرعه قبل ما الاتوبيس يتحرك. انت عامل ايه؟ انا كويس. جبت هديه لعيد الام ولا لا؟ ايه؟ جبت هديه لعيد الام ولا لا؟ انا بدي لامي فلوس ما بجيبلهاش هدايا يا شيخ رفعت. طيب من غير بقى ايه يعني الحقيقه كده، اديت لها كام؟
ايه؟ اديتي لها كام فلوس؟ 200 جنيه. اوبا ده تمن عبايه جديده يا بنت الايه؟ بقول لها كل سنه وانت طيبه وبقول لحماتي ربنا يرحمها في مسواك الجنه يا رب. كل سنه وهم كل سنه ومامتك. بقول لك يا شيخ اتفضلي اتفضلي. بالله عليك عايزك تتكلم على موضوع مرات الحما. لا تاني مرات الحما؟ اه. ازاي بقى دي مرات الحما ايه؟ قولها لي كده عشان مرات حماية يعني مرات حماية. يعني حماكي خليكي بقى واحدة واحدة معايا كده عشان اجود. حماكي مراته توفت واتجوز واحدة تانية. نعم. الله عليا ده انا سريع البديهة. طيب حاضر نعمل كده. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. وطبعا خلصت حلقتنا النهارده من مطبخ النجوم. الوقت الحلو بيخلط بسرعة. بتطولي لنا الساعة دي اشرف شوية خليها ساعتين ولا حاجة عشان طيب يا رب يخليكم. طبعا تحياتنا لكل ام مصريه جدعه بتتفرج علينا او ما بتتفرجش علينا وكل امهات المسلمين في كل انحاء الدنيا. كل سنه وهي طيبه، كل سنه وهي مبسوطه، كل سنه وهي سعيده. انا كنت سعيد بوجودي معاكم النهارده ويا رب يكون كان دم خفيف كده وشيصتكم شويه. طبعا هايدا عادل عملت شغل النهارده بالاثنين لينسز اللي هي ضرباهم. شكرا كل فريق العمل بقياده العبقري العمده، شكرا بسمه وشكرا هايدا عادل. خالد السوليه ان شاء الله يرجع نورنا مكانك يا خالد، تنورنا في اي وقت. استاذ جمال عبد العظيم اجازه سعيده يا عم جمال، ترجع لنا بالسلامه. طبعا تحياتنا برضو لمدير استوديو محمد الشاهد وناصر الشاهد وكريم محمد وكرماوي ومراغي. طبعا تسويق كمال وعلي، اضاءه علي واضاءه لا اضاءه ابو سريع ورضا، وطبعا صوت علي. طبعا تصوير ياسمين ونرمين وعلاء واسلام محمد. شكرا ليكم، منتظرينا بكره قبل ساعه من دلوقتي باكل جديد ولون تيشيرت جديد وموضوع مختلف عن كل حلقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يصل الإبداع إلى أزهى صورة. الحوت نيو يجعل مائدة طعامك مميزة ويضيف إليها مذاقا لا مثيل له. سلسلة مطاعم مبروك، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه. الفرع الرئيسي 6 أكتوبر الحي 11 شارع التعاونيات عمارة 64. نعرف جيدا قيمة ما ننتجه، فعندما ترغبين في تقديم طعام شهي وصحي لعائلتك فعليك أن تختاري أرز الحوت نيو. نهتم بكل حبة أرز حتى تصل إليك. السكر من الأشياء الثمينة في حياتنا، والأشياء الثمينة تحتاج لمن يعرف قيمتها جيداً. الحوت نيو يهتم جيداً بحبات السكر ويضعها في عبوات تناسب قيمتها. الحوت نيو هو من يعرف قيمة الأشياء الثمينة.